صباح الخير مرة تانية على كل اللي بيتابعونا، وبنبدأ معاكم كالعادة بفقرة الصحافة مع أستاذ خالد البلشي، رئيس تحرير جريدة البديل الإلكترونية. صباح الخير. صباح الخير. الأخبار يعني معظم طبعا النهاردة الأخبار موجودة في الصحف كلها مترابطة. أول خبر في المصري اليوم الصفحة الأولى، وزارة العدل تتسلم تحريات حول تلقي مرشحين في الانتخابات تمويلا من الخارج. المصري اليوم الصفحة الأولى أيضا، الجنزوري يحدد 28 وزيرا في حكومة الإنقاذ الوطني وتعديل الإعلان الدستوري خلال ساعات. شروق مؤشرات الإعادة، الإخوان يفرضون سيطرتهم إلا قليلا. الشروق الصفحة الأولى اليوم، إسدال ستارة على قضية رد قاضي مبارك. والشروق الصفحة الأولى أيضا، تدخل دولي لحل أزمة البوتاجاز في مصر. شروق الصفحة الثالثة، خالد علاء عبد الفتاح يخرج للدنيا باحثا عن والده. والمصري اليوم، أطفال الدعاية تسعير 10 جنيه في اليوم، والمهمة توزيع 500 ورقة للمرشحين. معظم الأخبار على انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية والتشكيل الوزاري الجديد. نبتدي بقى بالخبر المصري اليوم. المصري اليوم في الخبر الأولاني اللي هو وزارة العدل بتتسلم تحريات حول تلقي مرشحين في الانتخابات تمويلا من الخارج. يعني الخبر ده لو صح، هو طبعا هو منسوب لمصادر قضائية رسمية. الخبر ده لو صح انا اعتقد ان هو يحتاج تحقيق سريع جدا. هو بيتكلم على فكره ان في بعض المرشحين الموجودين في الانتخابات دلوقتي بيتلقوا تمويلات من الدول العربيه ومن بعض الدول الخليجيه. هو بيقول ان هم ينتمون لجماعات دينيه وسلفيه، يعني هو بيحاول يشير انهم على قائمه احزاب بعينها. يعني احنا بنتكلم عن التيارات الاسلاميه، التيارات سواء الاسلاميه. النور او الحريه والعداله، يعني احنا ما عندناش. انا تقديري ان هذا الخبر لو صح هو محتاج لتحقيق على مستويين، تحقيق في مدى صحته، لان مدى صحته تعني ان احنا امام تزوير في الانتخابات او امام مرشحين يجب ان يستبعدوا سواء في المراحل المختلفه. فده يجب ان يكون سريعا جدا، لاننا قدام استحقاق انتخابي شغال من دلوقتي. واعتقد ان ابعاد مثل هؤلاء هو ده استغلال، يعني ده تمويل في الدعايه ولعب بالاموال في السياسه وتوجيه في اتجاه بعينه. الخبر بيتكلم على فكره، يعني انا في جزئين تاني، في جزء تاني عن فكره 80 مليون دولار مزوره دخلت سيناء، وبيتكلم على ان المصدر ايران. يعني ما اعرفش ليه انا لامح في الخبر ملامح امن دوله قديم، اللي هي دايما توجيه الانظار في وقت معين لاتجاه بعينه. ورغم ان هذه التجربه دائما اثبتت فشلها واثبتت وخساره كمان ونتائجها كمان ما بتكونش كويسه. المهم نحن امام الان خبر، يعني لو صح فهو هام جدا، والتدخل فيه لابد ان يكون عاجلا. وعندما تصل اموال لاحزاب او لجماعات او فيجب ان يكون العمل معها سريعا، وما اسمعش ما نرجعش تاني لفكره اتهام، يعني تكرار اتهام 6 ابريل اللي هو يثبت بعد فتره طويله انه غير حقيقي وغير دقيق. طب ومثل هذه القضايا بيقعد لحد الثالث مرحله من الانتخابات، ولا بيتم تحقيق فيه سريعا فنقدر نعرفه قبل نتيجه الانتخابات الاخيره؟ المفترض لو هناك مصادر رسميه في وزاره العدل بتسرب هذه الاخبار فيجب ان يعلن سريعا جدا، ونحن في عمليه انتخابيه، بدل ما نخش في دوره أن تحقق مع عضو مجلس الشعب وأن تعيد انتخابات. يعني أنت أمام تكلفة عالية. فعندما لو ده خبر مش صحيح أو مش دقيق فيجب أن يحاسب من نشره به في هذا الوقت، لأنه جزء من دعاية انتخابية موجهة. إنما لو كان صحيحا هو هذا الأخطر، فيجب الإعلان عن هذه الأسماء فورا وبسرعة وإعلان نتائج هذه التحقيقات سريعا. المصري يوم الصفحة الأولى، الجنزوري حد 28 وزير في حكومة الإنقاذ الوطني. بقالنا حوالي 4 5 أيام بنسمع عن أسامي، يعني مش كلها جديدة، معظمها في عدد منها جديد، إنما العدد الآخر شبه، يعني هم نفس. هو حسب ما قال الدكتور الجنزوري امبارح، هم في 12 وزير من القدامى، من هم وبعضهم، وفيهم وزيرين من القدامى جدا من حكومة مبارك. وفي رفض اعلان 3 وزراء منهم وزير الداخليه لدواعي الامن. يعني وده انا لاول مره، يعني كلمه دواعي امنيه، دواعي امنيه في اعلان اسم وزيره، يعني وكانه لن يعلن. وده لدرجه انه اصبح المنصب عرضه للسخريه بشكل اساسي. يعني لو عندما، يعني ايه، مش فاهم، هل هياخد وزير بوضع اليد؟ مش فاهم ايه ازمه ان تعلن اسم وزير الداخليه حتى الان. احنا يعني تجربه الدكتور الجنزوري اللي هو كثير من الناس رفضوا حكومته اصلا من البدايه، ان هو امام ديمقراطيه مجتمعيه فرزت له عدد من الناس كان هو هيتورط فيهم على الاقل، فلماذا لا تعلن ديمقراطيه اجتماعيه؟ ايه المخاوف انك تطرح اسم وزير؟
ليه طب ده فجأة بالنسبة للداخلية مثلا، بالنسبة للشباب والرياضة ما هو هو أجل أسماء كثيرة، بس هو الأزمة الحقيقية هو قال طبعا على داخلية. وزارة الداخلية. يعني أنت أمام حكومة كان مطروح فيها وزير قوى عاملة، تم تحويله، هو طبعا تم تغييره في التعديل النهائي، تم تحويله، كان أما تعرض لمحكمة تأديبية وصدر ضده حكم، والدكتور جنزوري كان جايبه، كان ما كانش أمام ديمقراطية مجتمعية طرحت. هو يتعامل مع ملفات قديمة وبيتعامل مع نفس الكرتونة القديمة اللي بيطلعوا منها الحقيقة يعني، وهو نفسه قادم من نفس الكرتونة منظومة المنظومة القديمة اللي بيتم الإخراج منها الوزراء. فأنا أظن امبارح بقى تحول اسم وزير الداخلية لسخرية، مرة حد يقول اللهو الخفي، ومرة قال إن هو هيبقى وزير ينفجر تلقائيا عشان الحفاظ على السرية بعد أداءه اليمين الدستورية، وحد تالي قال يعني المسألة. أنا أعتقد أن نحن يعني ده مؤشر مش كويس على اللي جاي، ان تكون خائفا في صحيح اعلان اسم وزير. ده ازمه حقيقيه. كمان تعديل الإعلان الدستوري خلال ساعات، ده الإعلان اللي بيعطي صلاحيات أكتر هو لرئيس المفترض الوزراء. حسب تصريحات الدكتور الجنزوني قال ان الاعلان هيتيح لرئيس الوزراء مهام رئيس الجمهوريه باستثناء العدل او القضاء والدفاع. انا ده اللي هو يبدو تجاوبا مع المطالب، بس الحقيقه انا دلوقتي يعني كرهت التغييرات الشكليه، وكرهت انك الحقيقه من يملك القوه هو من يدير. يعني سيظل المساله مش مجرد صلاحيات، المساله ان تمتلك اداء هذه الصلاحيات. ممكن اديك الصلاحيات وانا اللي اديرها برضه. المساله تخرج عندما تختار، يعني ده يتحقق امتى؟ لما يكون رئيس الوزراء مدعوم من الناس فانت لا تستطيع توجيهه. فاختيار الدكتور الجنزوري هو قاضي اصلا على هذه التعديلات من البدايه الحقيقه يعني. انما رقم اثنين التعديلات، انا اخشى ان تستغل التعديلات لتمرير بعض ما جاء في وثيقه السلم. يعني انا لسه ما شفناش التعديلات، بس في واحنا في حسابات الانتخابات ربما يتم تمرير اشياء، فليكن يعني اظن ان طب انا اسفه، مين اللي طلب التعديلات دي؟ هل هو دكتور كمال الجنزوري؟ انا تقديري يعني انها هو طلب صلاحيات اكتر؟ هي محاولة لاحتواء غضب ورفض للدكتور الجنزوري. هو جاي بمجموعة من الإصلاحات اللي هي إيه تبدو مت يعني إيه تبدو استجابة، ولكنها الاستجابة الحقيقية لا تتحقق إلا بقوة حقيقية، إلا أن تمنع أن يكون قويا. يعني لما أنا أديله صلاحيات اسمية، أنا اللي بمارس المسألة لأني أنا اللي أملك القوة، أنا اللي أملك الإدارة، هي الفكرة هنا. فأنا أعتقد أنها محاولة لتهدئة الشعب، والمحاولة دي استمرت في أكتر من حاجة زي وعود ب 500 ألف فرصة عمل مؤقت. أنا تثبيت إحنا العمالة أه المؤقتة، لا 500 ألف فرصة عمل فرصة مؤقت جديدة. جديدة. يعني أنا تقديري إن إحنا محتاجين رؤية مش علاجات يجوز نفيها. الحقيقة أنا لست أمام مسكنات، المسكنات مش هتحل. الحقيقة إنك تقدم حاجة للخروج، إحنا قدامنا هي حكومة لن تستمر أكثر من 6 شهور، فيعني على الأقل يجب أن تمتلك إدارة المرحلة بصلاحيات كاملة عشان نعرف نخرج من المأزق اللي إحنا فيه. مرة تانية الحرية والعدالة بتثبت اكتساح للانتخابات البرلمانية في الشروق، الصفحة الأولى مؤشرات الإعادة، الإخوان يفرضون سيطرتهم إلا قليلا. الإخوان حسب آخر النتائج اللي هي جت الصبح إن هم خدوا 34 مقعد. بس في مجموعة من الحقيقة مجموعة من المؤشرات في النجاح المرة دي، هو نجاح البدري فرغلي في بورسعيد خارج الإخوان، وده وأنا أعتقد إن وجود البدري فرغلي في الانتخابات مكسب مهم. نجح عبد الحليم داوود للوفد في كفر الشيخ، وهذا مكسب مهم. الحقيقة كان هناك مواجهة أهم في اسكندرية، هي مواجهة بين حزب العدالة والحرية والدكتور الشحات عبد المنعم الشحات، داعية عبد المنعم الشحات، واعتقد وهزيمه عبد المنعم الشحات انا اعتقد انها مكسب لاي دوله مدنيه. حتى لو الاخوان في المقابل بتاعه نجح المستشار الخضيري، هو محسوب على قائمه الاخوان ولكنه ليس اخوانيا. هناك اسماء في هذه المرة، نجح مصطفى النجار في مدينه نصر، اعتقد ان يعني لكن الاخوان يحافظوا على اكتساحهم، بيحافظوا على تقدمهم بشكل اساسي. طب في المقابل مين اهم الاسامي اللي نجحوا في يعني ضد ما هو ضد الإخوان الإخوان أو على ما هي ضد الإخوان مصطفى النجار، عبد الحليم داوود، المطروحة البدري فرغلي. سقط كل الفلول بالمناسبة في المرحلة دي، طلعت مصطفى طارق، طلعت مصطفى الأخرى؟ رغم تحالفه مع السلفيين، وتحالفه مع السلفيين ده مهم جدا ان التوقف أمامه. عندما اختار السلفيين التحالف اختاروا مع فلول النظام القديم،
يعني في مواجهة رجل من واحد من الناس اللي نزلوا اللي كانوا أساسيين في صناعة التغيير في مصر، اللي هو الدكتور المستشار الفضيلي. الإخوان أهم من نجح فيهم كان الدكتور حمدي حسن في اسكندرية، وطبعا هم بيواصلوا ضمان النسبة الكبيرة بتاعتهم. أنا أعتقد أن النسبة الآن تقترب من 45% من البرلمان في المرحلة الأولى. أظن أن هناك ما مهمة زال شاقة، أمامنا مرحلتين. أظن أن هناك مهمة شاقة لمعادلة على الأقل الهجوم، يعني اللي هي عدم التوازن. مش ضروري يعني، خلينا في الآخر الناس رغم أن القواعد الحاكمة لا تضمن عدالة كاملة، بس الناس اختاروا. أنا أظن أن احنا أمامنا مرحلة قادمة أن نعادل هذا التوازن في المرحلة القادمة، وإن كان صعبا، لأن المرحلة القادمة هناك تكتلات إخوانية في العديد من المحافظات القادمة. الشروق الصفحة الأولى اليوم ازدال الستارة على قضية رد قاضي مبارك، الحقيقة قضية رد ده قاضي مبارك، لها صلة بالمحاكمة اللي هو العالمية. رد المستشار رفعت، هي كانت حد طلب رده، وانا اعتقد ان يعني حسب ما يعني بعض التوقعات بتقول ان الحكم لن يقبل، وستعود القضية، يعني هنرجع تاني لنفس لإعادة القضية من جديد. وانا انتظر بقى، المفروض كانت واقفة عند ان الفريق سمع ان انا هيروح للشهادة. يعني لو تم رد المستشار رفعت، فالمسألة هترجع للصفر. أنا أظن أنها لن يتم رده. هنرجع بقى للنقطة، إحنا منتظرين، هنرجع لنقطة الصفر. لا يعني أتمنى ألا نعود لنقطة الصفر خالص، لأن نقطة الصفر خالص أن تبدأ القضية من جديد، وأن تتسلم دائرة جديدة للقضية، فنبدأ بقى من أول الإجراءات، الجلسات الإجرائية. إنما دلوقتي هنرجع للنقطة اللي إحنا توقفنا عندها. أتمنى يعني أملي ألا تطول المحاكمات، الناس تعبت من المحاكمات، ده جزء أساسي. أولا عندما تأتي لتحسبي مكاسب الناس خلال الفترة اللي فاتت، فهتلاقي القضايا الأساسية لم يتم حلها أصلا. يعني فكرة العدالة الاجتماعية، حتى أن تقدم حكومة على وضع حد أقصى للمرتبات اللي هو بره أي حسابات اقتصادية، ما عملتوش. فكرة المحاكمات لم نسمع عن، هو باستثناء أمين شرطة خد له 4 أحكام، باستثناء ده ما فيش حد احنا بنتكلم من شهور كمان. لا دخلنا سنة دلوقتي، دخلنا سنة لا انا بتكلم على قضية امين الشرطة. فاحنا دلوقتي داخلين على سنة ولم يتم محاسبة اي حد من ارتكبوا جرائم في حق الشعب المصري، وكانت جرائمه اكبر من اللي ارتكبوه في الوقت ده. فانا يعني اتمنى ان يكون جزء من مهمة الحكومة القادمة، اللي هي خلاص بقت امر واقع رغم ان هناك اعتصام ما زال يرفضها في مجلس الوزراء، انها ان يكون جزء من مهمتها هي اتمام العداله الناجزه. مش العداله تبقى على علاء عبد الفتاح، وتبقى على الناس البسطاء والغلابه، ونيجي عند الناس اللي قتلوا الناس وما يتمش فيه عداله، ويحكم قدام قاضي طبيعي وباجراءات. المفارقه انك تجدي واحد زي قناص عيون المتظاهرين يتم محاكمته امام قضاء طبيعي، وعلاء عبد الفتاح اللي هو مواطن يتم محاكمته امام قضاء عسكري ثم امن دوله عليا. يعني انا يعني 100 علامة تعجب. اكيد طبعا، يعني اعتقد يعني دي كانت اهم الاخبار اللي موجوده النهارده في الصحف. استاذ خالد البلش، رئيس تحرير جريده الماليه الالكترونيه، بشكرك شكرا مره تانية. ألف شكر. معانا دلوقتي تقرير كاميرا نهارك سعيد تبعيته عن سير العمليه الانتخابيه بحي مصر القديمه. هنشوف التقرير ونرجع نكمل فقرات.